جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية تبدو بعيدة المنال. الجميع مشغول بحماية مصالحه الخاصة، وفكرة وقف إطلاق النار تبدو حلما يداعب خيال الساسة المتفائلين، على الرغم من الأبواب الدبلوماسية التي ظلت مفتوحة. طرفان النزاع في ليبيا يحملان وزر إخفاق المفاوضات لبعضهما بعضا، ورقعة القتال تتسع وتستهدف قطاعات حيوية في ليبيا، آخرها مطار معيتيق الدولي الذي يعد المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة، ويقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تقول إنها ستتحول من الدفاع إلى الهجوم. حفتر ومؤيدوه يوطدون مصالحهم مع حلفائهم حتى في دمشق، ويعضدونها بتمثيل دبلوماسي، ويتهمون حكومة طرابلس باستخدام مهبط المطار المدني لاستقدام أسلحة ومقاتلين أجانب. غسان سلامة المبعوث الخاص لليبيا انسحب من المعركة وأعلن استقالته بعد أن مني مخططه بالفشل، فمسألة تطبيق الحظر الدولي على السلاح تمس مصالح عليا وما تزال محل نقاش بأوروبا. أما جامعة الدول العربية فقد عدت دعم الحكومة التركية لحكومة الوفاق تدخلا في غير شؤونها، ما ينم عن تصفية حسابات بين بعض الدول مع تركيا تقول حكومة الوفاق. والأزمة الإنسانية في ليبيا تتسع، ومشاهد ما يحدث في الإقليم تتكرر. وينضم إلينا من طرابلس جمال عبد المطلب الباحث السياسي الليبي، أهلا بك. القصف يعني قصف على معتيقة تكرر عدة مرات، أهلا بك، تكرر عدة مرات ولكن هذه المرة أصاب صلاة الاستقبال. يعني ما الذي يريده حفتر بالضبط من قصف مطار معتيقة الدولي؟ مرة أخرى أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. الحقيقة حفتر وفريقه يعني المصريين والإماراتيين يستغلون الظرف الدولي الحالي. الأمريكان منشغلين بقصة مفاوضات الطالبان، والأتراك الحلفاء لحكومة الوفاق منشغلين بقضية إدلب والمفاوضات مع الروس، وغسان سلامة مستقيل، والمجتمع الدولي يعني منشغل، وبالتالي هم يتسابقون مع الزمن ليس لدخول طرابلس، لا، هم يعرفون بأنهم لا يستطيعون دخول طرابلس. نعم. ولكن تفضل. لا. يعني أريد كهدف. أود أن أكمل هذه النقطة. تفضل. ولكنهم يحاولون من خلال يعني الرد على سؤال حضرتك، مطار معتيقة هو مثل ما أشرتم الرئة الوحيدة المتنفس الوحيد للسفر لليبيين للعلاج للدراسة لآخره، وبالتالي مستمرين في مسألة استهدافه بحجة أنه يستقبل في أتراك وأسلحة وإلى آخره، لكي يضغطوا على الرأي العام الليبي، على حكومة الوفاق، على المجتمع الدولي، وخاصة والذي جعلهم مستمرين وسادرين في عدوانهم أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يعاقبهم ولا يتوعدهم بعقوبات. يعني مقاربة للمشهد الذي حصل في عام 2014 في بنغازي. طيب ما هي تداعيات وتأثيرات عند قرار إغلاق هذا المطار، يعني عزل العاصمة تقريبا عن العالم، ما هي تداعياته على ليبيا؟ سيدتي الكريمة، نعم، تداعياته خطيرة ومزعجة ومهمة. نعم، هناك مطار آخر وهو مطار مصراتة، ولكنه بعيد 200 كيلو عن العاصمة، والطريق صعبة شوية ومصاريف وتعب، ولكن يعني الناس يتجهون إلى مصراتة، يحتاجون إلى سيارات، إلى مصاريف أكثر، إلى فنادق. حكومة الوفاق اتبعت ووزارة المواصلات تحديدا استراتيجية جازفت بها، تتحدث حفتر كلما ضرب أصلحت المطار والمهبط واستمرت توقفه لمدة ساعات بسيطة وتستمر، لكن حفتر ومن معه صعدوا مثل ما أشرتم في تقريركم، وأصبح الموضوع خطير جدا، يعني الخطر على المسافرين على الطائرات، وبالتالي اضطرت لاتخاذ هذا القرار الصعب وأقفلت المطار مؤقتا. طيب هل مشكلة كبيرة إذا لم يتدخل
نعم، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بصرامة ويوجه كلام للمصريين للحفتر للسيسي ولحفتر هناك قرار لمجلس الأمن في بداية فبراير، يعني ضيفي الكريم، هناك قرار لمجلس الأمن وهذا الانتهاك هو متكرر من قبل قوات حفتر، ولكن أريد أن أعرف هل هذا القصف على مطار معديقة يمكن أن يساعد على قبول الناس بحفتر كما حدث في بنغازي عام 2014؟ لا، لن تصل الأمور. طرابلس ليست بنغازي سيدتي الكريمة، بنغازي لم يكن عندها دعم، كانت الناس قريبة من القوات المصرية، من الدعم المصري، وصمت بأنها يعني تحتضن الإرهاب والإسلاميين. لا، هذه القضية مختلفة تماما. حكومة الوفاق وأنصارها ومدينة مصراتة والزاوية وزوارة والجبل والزنتان، نصف الزنتان والأمازيغ، جميعهم حسموا أمرهم أنهم لن يسمحوا لحفتر ومن معه باقتحام العاصمة، ولهذا هو كل ويضربونه ضربا شديدا ويمنعونه. وكل ما خسر، عفوا أختم لك، كل ما خسر من قواته ومن آلياته ضرب المدنيين وقصف مطار معتيقة. وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر من طرابلس جمال عبد المطلب الباحث السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك.